بص، احنا ممكن نختصر جزء من الكلمات اللي بننطقها غلط في الانجليش بان احنا نتعلم اصلا ننطق الحروف صح. احنا ما بننطقش الحروف صح يا حبيبي، احنا الحروف ذات نفسها بيتقال غلط. اه والله العظيم. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن نطق الحروف الابجدية للانجليش. معاكم خالد محي الدين، واهلا بيكم في فيديو جديد من قناة 5 Minute Practice. يلا بينا. ببساطة هننطق الحروف عادي جدا بالترتيب، وطبعا أول حرف عندنا هو A A A، مش A، ما بنقولش A، اسمه A. بص كده على بقي، A A. بعد كده حرف B، عادي جدا مفيهوش أي حاجة. C D E، نفس الكلام مفيهوش حاجة. هنا بقى F F، مش F، ما بنقولش اف، مش بندوس عليها كده ونقفلها، لا. الحرف في الانجليش تحتاج تديله نفس كده، اللي هو اف اف اف. جي جي، مش جي، بنقول جي، بتحط لها دي كده خفيفه شويه في الاول، مش دي جي، لا، جي جي. اتش اتش، مش اتش اي، فاش حاجه. جي جي، يبقى عندنا جي وعندنا جي. كي K K، مش K K. L L، مش L، فخمها كده، اديها وضعها، ال L عايزة وضعها، تنطق L. M M N N، مش M و N، M N. الحرف اللي بعد كده هو O O، مش O P. انا عارف الناس كتير بتلغوت فيه، عشان كده بص كده، B الورق ما طرتش صح، بس كده بقى P هي دي. Q Q، والحرف اللي بنشوفه في كلمات كتير قوي وبيفرق جدا في النطق هو R R R، مش R S S S، مش S T عادي. U برضو ما فيش حاجة. V نفس الكلام. W W، مش W ولا W ولا اي حاجة غير W. تقولي ليه اسمه W؟ اقولك علشان هما بيعترفوا ان هما يعني اتنين U، فقالك تبقى W. تقولي بس هو شكله V، يبقى ليه ما يبقاش W؟ اقولك معرفش، بس هو W. X X، مش X X. Y فاش حاجة. اخر حرف Z Z. ايه ده، يعني زد غلط؟ لا، زد صح، زد بريتش وزي امريكان. يبقى نقول الحروف مره واحده من الاول، A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. الاقي واحد بقى عايز يبوظ لي الفيديو، فيقول لي ايه يعني، هو انا لما اجي انطق الكلمات الحروف اللي هنطقها في الكلمات بتبقى هي هي نفس ما بنطق الحرف لوحده؟ اقول لك مش بالظبط يعني، ومش في كل الكلمات، بس في كلمات هتلاقي فيها دوت، زي مثلا بيس. شوف حرف الايه هنا، لو انت قلت بيس هتلاقيها مش مظبوطه، بس هي بيس بيس. جيراف جيراف، مش جيراف جيراف. جام جام، حرف ال L لو انت بتقوله L هتقول الكلمة دي ملت، طبعا غلط، اسمها ملت. جو جو. راندم راندم، ممكن انت بقى بعد كده تدور مع نفسك بقى على كلمات تانية او تتمرن بأي شكل من الاشكال، ولكن يعني انا مش هعرف اجيب لك كل الكلمات اللي تثبت لك ان نطقك للحرف هيساعدك كتير في نطقك للكلمة. واخيرا وصلنا لفقرة الـ idiom of the day، والإيديوم بتاع النهاردة هو spill the beans spill the beans، وده معناه يفصح عن سر أو يفشي سر أو ما أيا كان معناها إيه بالعربي، إن هو في سر وهيتقال. زي مثلا I told my friend a secret but he spilled the beans now everybody knows about my secret. تاني I told my friend a secret but he spilled the beans now everybody knows about my secret. يعني ايه؟ يعني انا قلت لصديقي سر وهو افشى بالسر ده، ودلوقتي كل الناس بتعرفه سري، فضحني.
بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب لو انت بتتفرج وانت مش عامل سبسكرايب، وشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.